خلونا نستمع من معالي السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. معالي السفير، اهلا بيك يا فندم. مساء الخير دكتور محمد، اهلا بحضرتك. يعني الحقيقه الزياره النهارده ليها اكتر من بعد، وبتاكد اكتر من المعنى اللي بدا به رئيس الوزراء عن التضحيات التي بذلت حتى نصل الى هذا المشهد. النهارده الحكومه بتتجول، بتتابع، بتفتتح مشروعات، بتتكلم في التنميه. الاول قبل التفاصيل، كيف رايت هذا المشهد وكيف رصدته يا فندم؟ يعني انا شايف ان اللي حصل النهارده يعني لحظه فارقه في تاريخ يعني مصر ومحافظه شمال سيناء تحديدا، ان بعد هذه السنوات الصعبه اللي مرت بها المحافظه من حرب على الارهاب، والارهاب كان يعني مستشري لدرجه انه اثر على العمليه التعليميه وعلى جوانب الحياه في هذه المحافظه، لكن في خلال سنوات قليله استطاعت مصر بتضحيات ابنائها وجنودها من القوات المسلحه ورجال الشرطه وحتى المدنيين العاديين اللي هم راحوا ضحيه هذه العمليات الارهابيه، استطاعت مصر بفضل كل هذه التضحيات ان احنا نشاهد رئيس الحكومه بصحبه 7 وزراء بيتفقدوا مشروعات في مختلف المناطق والمدن في محافظه شمال سيناء، بيتحركوا بمنتهى السهوله واليسر والامن والامان على مختلف الطرق في المحافظه، بيزوروا الجامعه اللي هي جامعه العريش اللي موجود فيها 7300 طالب، بيذهبوا بانتظام كل يوم في امان كامل لجامعاتهم، وعلى فكره ال 7300 طالب دول مش بس من ابناء شمال سيناء وجنوب سيناء، من محافظات اخرى. من محافظات اخرى بالظبط كده، فكون ان محافظه شمال سيناء وجامعه العريش تحديدا تصبح مستقطبه لطلاب من جامعات اخرى، ده خير دليل على عوده الامن لهذه المحافظه، فهي لحظه فارقه بكل المقاييس، وما كانش ممكن تتحقق لولا هذه التضحيات. صحيح. والاهم ان احنا القرار الاستراتيجي اللي اتخذه سياده الرئيس ان التنميه تسير جنبا الى جنب مع مكافحه الارهاب هي اللي مكنت ان رئيس الوزراء لما يروح في 2023 يجد يعني مشروعات تنمويه قائمه بالفعل. احنا ما قلناش ان احنا هنخلص الارهاب ثم نبدا في صحيح، لا يعني تم في نفس الوقت ان المعركتين كانوا ماشيين مع بعض بالظبط كده، وده وفر علينا حاجتين، وفر علينا عامل الوقت ولان دلوقتي في مشروعات قائمه، ووفر علينا عامل الفلوس ايضا، لان لو حضرتك لسه هتبدا في هذه المشروعات طبعا في ظل الظروف دي، في ظل الظروف دي وفي ظل الاسعار دي، اولا كان يعني المبالغ المطلوبه كانت هتتضاعف عده مرات، ثم ان انت كنت هتخلصها بقى كمان 6 7 سنين، فما يعني الوضع ما كانش يحتمل اي تاخير لعمليات التنميه في سيناء. صحيح. طيب الخريطه يا فندم النهارده اللي مر عليها رئيس الوزراء واللي بتعكس لنا شكل التنميه في سيناء، يعني ما الذي تحقق على الارض وايه الافق المستقبلي ان شاء الله في خطه التنميه؟ أصبح لديك في شمال سيناء مدينة جديدة اسمها رفح الجديدة، بتبعد 45 كيلو متر عن العريش، موجودة في منطقة متميزة جدا على الطريق الدولي رفح العريش. مدينة رفح الجديدة فيها 10,000 وحدة سكنية يعني مبنية وفقا للطابع الموجود في شمال سيناء، وأيضا فيها 400 بيت بدوي. أهمية هذه المدينة إيه؟ إن أنت لديك في شمال سيناء لأول مرة مدينة جديدة على غرار المدن اللي موجودة الجديدة اللي بتبنيها الدولة في الدلتا وفي الصعيد وفي كل ربوع مصر، وهذه المدينة ستستقطب يعني مزيد من التوسع العمراني في الفترة القادمة. رئيس الوزراء زار النهاردة ميناء العريش. أهمية إيه؟ أهمية هذا الميناء إن هو المنفذ الوحيد لشبه جزيرة سيناء كاملة على البحر المتوسط. الميناء ده كان مساحته الاجماليه 50 فدان، وصدر توجيهات سياده الرئيس ان احنا نزود المساحه ونضيف له 540 فدان اضافيه، يعني يضاعف حجمه 11 مره اضافيه، وده هيخدم على عمليات التنميه والتصنيع والتصدير في جنوب يعني سيناء بشكل عام وليس فقط في شمال سيناء. ميزه شمال سيناء يعني حتى ميزه بتتمتع بها عن جنوب سيناء، يعني جنوب سيناء مقصد سياحي عالمي بكل المقاييس، لكن شمال سيناء بتتمتع بوفره وتنوع في المشروعات التنمويه، يعني في شمال سيناء عندنا فرص لمشروعات تنمويه واستصلاح زراعي، في شمال سيناء عندنا فرص للتعدين يعني اكتشاف المعادن واستخراجها، في شمال سيناء لدينا فرص لصيد الاسماك والاستزراع السمكي، في شمال سيناء هناك فرص للتصنيع يعني لا محدوده،
هناك فرص للصناعات البدوية وغيرها من الصناعات. فعملية التنمية في شمال سيناء قائمة على يعني أن هذا الموقع الفريد واللي بيتيح لها، بيتيح للمحافظة أنها لديها تنوع في مشروعات التنمية، وده اللي الدولة هتشتغل عليه يعني بمزيد من الجهد في خلال الفترة القادمة إن شاء الله. طب في كلمة رئيس الوزراء لقطة مهمة جدا ما ينفعش نعديها، وهي اللقطة الخاصة بوزير العدل. طبعا يعني كان شيء مؤثر جدا اليوم، ونحن بنفتتح محكمه شمال سيناء، وهي محكمه ايضا كانت بتتعرض للتوقف فترات كثيره بسبب الارهاب. عاد العمل بها مجددا بوتيره منتظمه تماما، وتم يعني تجديدها وتوسيعها. اليوم تم اطلاق اسم الشهيد المستشار محمد مروان على احدى القاعات. الشهيد المستشار محمد مروان استشهد في احدى العمليات الارهابيه الغادره في 2015، كان بيشرف على الانتخابات في شمال سيناء، وهو بالمناسبه هو الشقيق الاصغر لوزير العدل المستشار عمر مروان. صحيح بالضبط، وزير العدل، واللي كان موجود النهارده، وكان يعني موقف انساني ان يعني سياده المستشار عمر مروان موجود وبيشهد افتتاح القاعه اللي بتحمل يعني اسم شقيقه الاصغر الشهيد محمد مروان. وده يأكد لك ان التضحيات لم تقتصر على عائله بعينها او فئه بعينها. تضحيات المصريين طالت الجميع، يعني من كل ومن كل الفئات، مدنيين وعسكريين وشرطه، وايضا من كل يعني فئات المجتمع، يعني ضحوا من اجل سيناء مثلما ضحينا من قبل في حرب تحرير سيناء. يعني التحرير الثاني بنشهده اليوم بتحريرها من الارهاب وعوده الامن والامان لها مره ثانيه، فهو بمثابه تحرير ثاني لها. صحيح. اشكرك جدا سياده السفير، يعني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. يعني احنا ماشيين الحمد لله في الطريق الصحيح. يمكن المشهد الاخير اللي اتكلم عنه سفير نادر سعد في انه وزير العدل موجود بيشهد افتتاح محكمه عليها اسم شقيقه محمد مروان اللي هو قاضي كان بيتابع الانتخابات في 2015 واستشهد، لانه البلد دي كل